تقول فكان النبي يأتيني عند أهلي كعادتي كيف تيكم. والآن عرفت السبب الآن. ففي بعد 30 يوما 15 يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم، 15 يوم عند والديها. تقول بعد 30 يوما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بشيء فإن التوبة تجب ما قبلها، توبي إلى الله. عائشة رضي الله عنها مثل تضايقت، كيف تشك فيني؟ كيف تسألني هذا السؤال؟ كيف تشك فيني؟ كيف تسألني هذا السؤال؟ هيدا هو بيت القصيد في كل الموضوع.